نروح لوزارة التربية والتعليم. والنهاردة الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم كشف أن وزارة العدل وافقت على طلب التعليم بتشكيل لجنة من أعضاء الشؤون القانونية في الديوان والمديريات ومنحها صفة الضبطية القضائية، مشيرا إلى أن أعضائها تم تحديدهم بالاسم. هيحصل ايه بقى؟ هيتم تغطية لجميع المحافظات والمديريات التعليمية. وزير التعليم قال انه الاختصاصات اللجنة دي هتروح انها تفتش على اي منشأة مخالفة، اي منشأة مش حاصلة على تراخيص بمزاولة المهنة، وايضا منح اعضاء اللجنة دي حق التصرف واتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا للضبطية القضائية، مشيرا الى انه بعض المؤسسات التعليمية الخاصة والمدارس الدولية بتلجأ في بعض الاوقات قبول الطلاب، ويعني بتاخد فلوس من اولياء الامور ومصروفات من غير اي ترخيص. في حاله زي الحاله دي هيبقى للجنه دي او اعضاء اللجنه دي بيحق ليهم اتخاذ الاجراءات اللازمه حيال المدرسه، ممكن يروحوا يعملوا محضر ليها ويتم احالتها للتحقيق امام الجهات المختصه. وقال وزير التعليم على سبيل المثال مثلا هو من يومين تلقى شكوى من احد المواطنين بتقول انه في مدرسة خاصة في إحدى المحافظات بتعمل دون ترخيص، فطبعا أي شكوى من هذه الشكاوى هتكون أمام أعضاء الضبطية القضائية. هذه اللجنة هتكون من حقها أنها تمسك المخالفين وتقدمهم للمسؤولين المختصين، ويكون هناك يعني إجراءات عقابية فيما يتعلق بهذا الموضوع.